صباح الخير، صباح النور دكتور. كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير. بود أوكي، شايفيني؟ Yes. طيب، قبل ما نبدأ أنا وياك إن شاء الله، خلينا بس دقيقة نقرأ الفاتحة ونستذكر شهداء السلط اللي توفوا امبارح. كانت مأساة يعني كبيرة في الأردن عندنا، الله يرحمه. من عنده أسئلة قبل ما أبدأ؟ Any questions؟ دكتور أنا عندي سؤال. تفضل. دكتور هسه الإيامبك والفوت أنا زي بخربط بينهم، بقدر أحكي إنه الإيامبك أنا بعتمد فيهم إنه ككلمة والفوت على سيلابلز ولا لا؟ لا، كلهم بيعتمدن على السيلابلز، أوكي؟ لكن الفوت اللي هو مجموع تو سيلابلز بيساوي فوت، أوكي؟ كل تو سيلابلز بتجمعيهن مع بعض بصير فوت واحد، اوكي؟ يعني كل فوت لازم يكون فيه تو سيلابلز. الان بترجعي انت المرحله الثانيه بتتفرجي على السيلابل. اذا السيلابل بيبدا بان ستريست الاول، السيلابل الاول ان ستريست، السيلابل الثاني ستريست، هذا بصير اسمه ايامبك، اوكي، فوت. يعني أنا أول إشي بدي أطلع الفوت بعدين بطلع الإيامبك صح؟ يس يس، بعدين بتطلعي نوع الفوت. خلينا نحكي سو الفوت هو مجموع تو سيلابلز. اي تو سيلابلز ما الك دخل انت فيهم، مين ستريست اول ومين ان ستريست، اي تو سيلابلز بنجمعهم مع بعض بنسميهم فوت، اوكي؟ وعادي إذا كان الترتيب إنه غلط إنه أول إشي ستريس بعدين أن ستريس صح؟ بعدين انت المرحله الثانيه بتشوفي هل الفوت هذا بيبدا بان ستريست سيلابل وراه السيلابل الثاني ستريست؟ اذا هيك بتقولي هذا اسمه ايامبك. الان اذا بيبدا ستريست وان ستريست بالعكس يعني، اوكي، بيكون له اسم ثاني بسموه تروكايك ميتر، اوكي؟ يعني كل شيء له اسم مختلف عن الثاني. لكن شيكسبيرز يعني ليتريتشر موستلي از ريتن ان ايامبك بنتا ميتر. شو يعني بنتا؟ خمسه، يعني في عندنا 5 فيت، اوكي، بالسطر الواحد. واضحه تمام صارت؟ دكتور فهمت. دكتور فهمته. اوكي، مين عنده اسئله كمان؟ دكتور أنا عندي أكثر من سؤال. تفضلي، يعني مش مشكله. أول إشي بورشا هي زوجة بروتوس مش جوليوس. لا، زوجة جوليوس قيصر. طب أنا شفت على النت كانت زوجته كأنه اسمها إشي زي بلش بالسين. لا، أنا بحكي عن المسرحية مش عن التاريخ، أوكي؟ بالمسرحية بورتيا اسمها P-O-R-T-I-A-A. طيب جوليوس توفى بالأول من مارس؟ يس، لأنه بسموهن أول شهر بسموه The Ides of March، أوكي؟ أول شهر مارس، يس، لأنه بلاقي واحد على الدرج بيقول له Beware the Ides of March، احذر من بداية شهر مارس اللي احنا فيه هذا. يس، good. طيب اللي problem play تعتبر جونرا؟ يس، it's a Shakespearean genre. واحدة من الشيكسبيريان جانرز اللي هي problem play. اوكي، problem play انه احنا we couldn't classify it according to the traditional classifications
of the genre. يعني ما قدرنا نحطها إنها هي تراجيدي ولا كوميدي ولا رومانس، لذلك يسموهم problem plays. وفي كمان لما حكيت لنا أنت عن the triangle of love، شو كان اسم السونت تبعتها؟ Dark Lady؟ لا، هن لا، في أكثر من سونت عن الإشي اللي بنسميه إحنا triangle of love. في عنا more than one sonnet، عنا يعني tens of sonnets، عشرات السونت بتحكي عن علاقة ما بين شكسبير with the dark lady of the sonnets and the rival poet. مين هي the dark lady of the sonnets ومين هو الشاعر المنافس لشيكسبير؟ we don't know. بس إنه مش one sonnet، إنه more than one sonnet. ما قاعد أسمع، مين المو قاعد يسمع؟ MQ تأكدي من الكمبيوتر عندك إنه مفتوح المايك والأمور هاي، وردي لي خبر. مش كيف بدأت تسمع صحيح؟ دكتور مايك. دكتور. Yes. بدي أسألك، الشخص اللي كان مع بروتوس إيش كان علاقته بجوليوس قيصر؟ أي شخصية؟ نسيت اسمه اللي ببلش بالسي. كاسيوس. إيش علاقته بجوليوس قيصر؟ ما له. كاسيوس is a senate. Is a senator. A member of the Roman Senate. طب دكتور، هلا روميو وجولييت، شو بنعتبرها؟ رومانس؟ روميو اند جولييت. صباح الخير. يس، روميو اند جولييت از ا رومانس، بس لانه الرومانس داز نوت اند وذ لاف. عاده احنا بنتوقع انه الرومانس تنتهي بزواجهم اللي يحبوا بعض الاثنين، اوكي؟ ات اندز وذ ا تراجيدي، اوكي؟ وبعدين اذا بتحضري روميو او جولييت او بتقريها في ون اوف ذا موست كوميك كاركترز in Shakespearean literature اللي هي nurse of Juliet، المربية تبع Juliet، very comic، لذلك فيها comic elements، فيها tragedy and فيها romance، لذلك سميناها problem play. دكتور، أدب اثنين صح؟ نعم؟ أدب اثنين هاي أدب اثنين. ها، أنت مخربط صح؟ لا مش مخربط صح. طيب، أول مرة بتعمل؟ لا دكتور، مو أول مرة، بس مرة ذيك مرة دخلت وقلت لي أدب واحد فكنت مخربط الوقت. إحنا أدب اثنين على التيمز، بس هذلاك على الزوم كلهن، لأنه شعبة كبيرة. على خير إن شاء الله دكتور، يعطيك العافية. أهلين. مين عنده أسئلة كمان؟ تفضلوا. مين اللي كانت تسألني هسه؟ دكتور أنا بس كملت. جمانة، يعني مبين عليك انك مهتمة بالمسرحيات انت. انا ما بحضرهم، فعشان هيك حبيت اسال. كيف؟ انا ما بحضر المسرحيات، فعشان هيك بدي انه حبيت اعرف ايش هم. يعني هذول مختلفات عن المسرحيات المصريات اللي بتتوقعيهن تشوفيهن بالتلفزيون، يعني امر مختلف. يعني هاي مش شاهد ما شافش حاجة ولا دول عصابة يا بابا، لا، هاي أمر مختلف، هذول تراجيديز. إذا أنك مهتم في فيلم قديم بوديكو أنا الرابط إله، جوليوس سيزر بالخمسينات الفيلم، تمثل 1953 هيك شيء. فيلم جدا جميل، يعني عن مسرحية جوليوس سيزر. روميو أند جولييت فيلم حلو جدا، تمثل بالتسعينات ليوناردو دي كابريو بالعصر الحديث بس لغة شيكسبير، كمان جدا جميل، اسمه روميو اند جولييت. اذا بدكم اوديكم الرابط انا الهن على هاي ان شاء الله على الايميل. يس، مين عنده كمان اسئله؟ دكتور اتفضلي. مسرحيه انتوني اند كليوباترا، يس، بتبلش من اللاف ريليشن شيب بيناتهم ولا من الحرب الاهليه اللي صارت بين انتوني واوكتافيوس؟ لا، هي بتبلش من يعني almost after the death of Julius Caesar. طب يعني إكمال لمسرحية جوليوس سيزر،
مارك أنتوني is sent to invade Egypt. برسلوا روما مارك أنتوني إنه يحتل مصر. Now Mark Antony falls in love with Cleopatra. Mark Antony بقع بحب كليوباترا. هو كيف يعني بالتاريخ أول إشي روما بترسل بومبي قائد اسمه بومبي يحتل مصر بصير يحب كليوباترا وبنسى روما. بصير ثورة على بومبي بقتله جوليوس سيزر. برسل جوليوس سيزر يحتل مصر بقع بحب كليوباترا. بتصير ثورة عليه بقتلوه كمان. برسلوا مارك أنتوني يحتل مصر كمان بقع بحب كليوباترا. أوكي؟ وبتبدأ حرب أهلية بين أوكتافيوس سيزر ومارك أنتوني لأنه كليوباترا بتظل هي حاكمة مصر والرومان ما بيحبوا هالحكي هاي. بيحكوا لنا بالأدب إنه أصعب دور لممثل تمثله هو دور كليوباترا. أوكي؟ أصعب دور في الفن إنه يمثل هو دور كليوباترا. لذلك الممثلات إما بتغامر وفي بداية حياتها التمثيلية بتمثل دور كليوباترا على المسرح، إذا نجحت فيه بتصير من أشهر ممثلات العالم لأن المخرجين بيظلوا ينتظروا مين بنجح من الممثلات هذول بتمثيل دور كليوباترا، أو إنها بتتفادى كله لأنه شي كانت دو ذات. بالأربعينات من القرن الماضي تيجي ممثلة صغيرة على هوليوود أوكي اسمها إليزابيث تايلر بيكون عمرها 16 سنة وتمثل دور فيلم مشهور اسمه كليوباترا. الفيلم بتمثل دور كليوباترا وبتنشهر فيه وبتصير هي أعظم ممثلة في تاريخ السينما الأمريكية اسمها إليزابيث تايلر لأنها نجحت في تمثيل دور كليوباترا. دور كليوباترا بيحكوا لنا دائما هو أصعب دور إنه حدا يمثله في التلفزيون أو المسرح. Yes, any questions؟ مين عنده أسئلة كمان؟ Okay, let's start our class إن شاء الله. Now خلينا أنا وياكو نشوف. شايفين الشير؟ دكتور شو مبين عندكم؟ الملف. معليش خلينا نسوي شير لشيء ثاني احسن. شايفين؟ شو مبين عندكم؟ بين عندكم؟ يس، اوكي. خلينا نشوف اليوم نبدأ بالتراجيديز. دائما الشيكسبيريان تراجيدي is divided into في عنا بالمسرحيات the division is always يعني the play is divided into five acts. المسرحية دائما مقسمة لخمس فصول بالعربي بيسموه act معناها فصل. So the play, the Shakespearean play. Okay, and most of the هذول ال plays before the 20th century are divided into five acts. المسرحية دائما مقسمة لخمس فصول. Under each act, okay,
each act is divided into scenes. كل فصل okay مقسم إلى scenes. إشي من بنسميه شو scenes إحنا. okay scenes. مشهد. So each act, في عنا in Shakespearean tragedy is divided into five acts, and each act is divided into a number of scenes. Okay. في عنا دكتور ممكن تعمل ريكورد؟ والله ما بعرف صراحة. عادة في حدا من الطلاب بيساوي كيف مش قادر أعرف. أنا صراحة مش قادر أتعارف مع التيمز إطلاقا مش عارف ليش. دكتور ليه بطل أنا أحضر محاضرات على الزوم؟ لأنه ما أنتوا عدد كبير المحاضرة والزوم ما بأخذ غير 100، مع أنه مبين أنه ما حدا بيحضر منكم، يعني اليوم 80 طالب كل مرة بيحضروا من أصل 160 طالب تقريبا، يعني نص الجوبة. دكتور الامتحان تحدثت ميد فاينل ولا شو السيستم؟ ميد فاينل. آه ليش؟ بس سؤال. آه. Each play is divided into five acts. كل مسرحية بشيكسبير أوكي مقسم إلى خمس فصول. Under every act there is a number of scenes. السينز مش محددة قديش، ممكن يكون عندك بالأكت 1 مثلا 10 سينز، أكت 2 يمكن يكون عندك 2 سينز، أكت 3 5 سينز، أكت 4 10 سينز، ممكن أكت 5 1 سين. So لا بس لازم يكون عندنا 5 acts and each act is divided into a number of scenes. واضحة الفكرة هاي؟ Is this clear? Okay. What do we find on those scenes? شو منلاقي بهاي scenes إحنا؟ Okay. خلينا نشوف شو. What should we find in those scenes? بصورة أوضح يعني. شو مبين عندكم على الشاشة؟ Tragic structure. والله هو لازم أرجع أصير على الزوم. أصر ما حدا بيحضر قاعد. شرح لحالي. دكتور كان اصلا في واحد بيسجل. اه هي مسجله كانه شو مبين عندكم؟ ها؟ أه؟ لسه صورتك يا اخي. صورتي؟
بالضبط. هسه بين عندكم the structure of a Shakespearean tragedy؟ لا، في شاشة سوداء وصورتك برضو. هسه لازم تقول بينات خلاص دكتور. Now أنا I said that the يعني a Shakespearean tragedy is divided into five acts, and under each act we have a what we call a scene, مشهد. Okay, what do we find on those acts? Usually in act one, okay, the play starts with an exposition. This is called the plot pyramid. شو يعني plot? Plot معناها الحبكة, the events that make up a story, الأحداث اللي بتسوي القصة. بالعربي نسميها حبكة, بالإنجليزي it is called a plot. كيف الشيكسبيريان plot؟ أول إشي it starts with an exposition, وهذا الحكي بنطبخ كثير على المسلسلات والأفلام اللي بتحضروهن. مثلا المسرحية بتبدأ in act one with an exposition. In the exposition, we start to know the characters. مين هم الشخصيات الممثل هذول؟ Where does the play happen? The setting of the play. The place and time of events. مكان وزمان الأحداث. This is what we find in Act 1. And according to the diagram, بالنسبة للديagram هذا المرسوم قدامك والشكل, this is called the exposition. Exposition يعني introduction, بتقدم لنا المسرحية. مين هم الشخصيات؟ Okay. Who's in love with who? مين بحب مين؟ Okay. وبعدين بدك نكتشف إنه there is something interesting. في شيء يعني مشوقنا فيها. Now, the play or the plot starts to thicken. تبدأ تتكثف هاي المسرحية. Okay. وبتبدأ يمشي. The plot starts to rise. هاي المنطقة اسمها the rising action, لأنه الحدث بيبدأ يتصاعد فيها. We discover an inciting force. Okay, يعني شو القوة اللي بتخلي المسرحية تمشي؟ Is it a love story? Okay, is it someone evil who wants to destroy another one? هل هي قصة حب؟ هل واحد شرير بده يحاول يدمر واحد ثاني بالمسرحية؟ Okay. Do we have two forces fighting with each other? هل عندنا قوتين قاعدين بتصارعوا مع بعض? Okay. What pushes the play forward? شو هي القوة اللي قاعدة بتدفع المسرحية, القصة, الفيلم للأمام؟ لما تحضر فيلم دائما في صراع, conflict, صح? That makes the movie goes on. في دائما صراع بيخلي الفيلم أو المسرحية أو المسلسل يظل ماشي. Okay. دائما in act 3 في مسرحيات شيكسبير this is called the hamartia. Hamartia كلمة إغريقية معناها خطأ في التقدير, errors in judgment. وهسه رايحين يبين معنا مصطلح مهم في شخصيات شيكسبير, something we call tragic flaw. شايفينها tragic flaw, النقيصة التراجيدية. Flaw معناها نقيصة. دائما شيكسبيرز tragic characters, الشخصيات التراجيدية بشيكسبير, they fall because of an inner problem inside them. سبب سقوطهم عادة بيكون خطأ داخلي عندهم, في مشكلة داخلية نفسية عندهم ممكن تكون. صح في قوة خارجية هيهم builds the conflict around them, في قوة خارجية, بس القوة الخارجية هذول أعدائهم الخارجيين ينجحوا, they succeed in destroying the protagonist, بينجحوا إنهم يدمروا the protagonist. كيف? Because the protagonist
protagonist, he or she, they have a problem, an inner error of judgment. خطأ داخلي في تقدير الأمور. هاي مسرحيات شكسبير بنسميها tragic flaw of the character. في نقيصة تراجيدية. ممكن يكون الشخصية هذا a teenager مثل روميو and جولييت. كانوا عاطفيين زيادة عن اللزوم. teenagers مراهقين وقعوا بحب بعض ما عرفوا يقدروا الأمور الاجتماعية اللي حوالاهم. أوكي؟ مثل أنتوني أند كليوباترا. أنتوني أخطأ تقدير إنه هو رجل سياسي. هو حاكم عسكري. هو مقاتل جاي يحتل البلد. لكن هو صار يمثل دور الشخصية الرومانسية. An error of judgment. استغلوها أعداؤه لتدميره. أوكي؟ مثلا جوليوس سيزر. يوسيليوس سيزر شخصية عظيمة لكن هو وثق زيادة عن اللزوم بالسنت وكان يعتقد انه هو he is not going to die, he is immortal. كان يعتقد انه هو خالد صار like the gods مثل الآلهة. هذا الخطأ في التقدير تبعه اللي سبب سقوطه. لذلك صحيح في an inciting force, في قوة works against the protagonist, بس the protagonist falls because of an inner flaw, an inner tragic flaw, نقيصة تراجيدية نسميها داخلية. المسرحية تصل in act four لإشي نسميه the crisis أو the climax. هي نقطة الذروة في المسرحية. This is the most intensified, أكثر point, نقطة مكثفة في المسرحية. This is the most intensified moment of the play. This is the moment of the crisis. This is the moment of the climax. الذروة تبعت المسرحية. هنا the tragic flow of the character. إلها مارشة inside him. Okay? Is seen to the public. تبين للناس. Okay? Or he starts to discover the character, the protagonist starts to discover the cause or the reason of his fall. بيبدأ يكتشف سبب سقوطه. And باللحظة هاي the protagonist makes something that causes his fall. باللحظة هاي the protagonist بيسوي إشي يدفعه للسقوط. إما بقتل شخصية قريبة منه بريئة لأنه هو يعتقد أنه هاي شخصية شريرة. أوكي؟ إما أنه يعتقد أنه هو ما حدا رايح يقدر له بيبدأ يسقط. إما أنه هو بيعتقد أنه الحب تبعه رايح ينتصر على كل المشكلات الاجتماعية بس ما بتزبط معهم. أوكي؟ So this is the moment of the crisis. After the moment of the crisis بس تبدأ عندنا المسرحية بشيء اسمه the falling action. تبدأ تنزل المسرحية بدأ تنتهي. أوكي؟ في عندنا tragic force هنا. The tragic force is the tragedy that has happened here. The tragedy صارت هون تبدأ تدفع المسرحية إنها تنتهي. Okay? Now, بصير عندنا قبل ما تخلص المسرحية بشوي a brief moment of hope بعطينا شيكسبير. لقطة صغيرة من الأمل إنه yes, they will succeed. They will do it. لا, رايحين ينجحوا. رايح ينتصر هذا البطل. بس بالأخير بنصل the moment of catastrophe بسموها. This is the end of the play. Usually the death of the protagonist. موت البطل. هاي بنسميها الكاتاستروفي. يعني المأساة بتبدأ هنا. الهاوية. أوكي؟ شكسبير ما بتركنا يائسين. He does not leave us desperate at the end of the play. إن حزينين. بعطينا دائما شيكسبير a glimpse of hope at the end of the play. دائما مسرحيات شيكسبير the death of the protagonist means the beginning of a new period. دائما مسرحيات شيكسبير موت الشخصية الرئيسية يعني بداية عصر جديد, مرحلة جديدة بتعلم الناس من الأخطاء السابقة اللي فيها. Okay? Yes. Who has any questions about the diagram, هاي Shakespearean, the plot of the tragedy, الحبكة تبعت لي tragedy, it works like this. مين عنده أسئلة؟
about this? Any questions? Any questions about the plot? في حدا؟ Okay. دكتور أنا عندي سؤال. تفضل. لازم نعرف تعريف كل وحدة إيش هي أو بس نفهمهم فهم. كيف يعني؟ ما هو إذا فهمتيهن بتعرفي تعريفهن، إذا عرفتي تعريفهن فهمتيهن. يعني إنه التعريف تنبصم أنتم بتقولي إياه صح؟ أنا هيك بسأل. لا، افهميهن واكتبيهن بأي لغة بلغتك الخاصة. I have no problem with that. تمام. دكتور ممكن تنزل لنا الصورة على الإيلامينج؟ أنا ما أرسلت لك إياها. طيب أنا برسل لك إياها، موجودة هي بالفايل بس يمكن هاي أوضح صح؟ أنا برسل لك هاي الواضحة. يس عادي يسووا زوم وسكرين. نعم بقول لي يسووا زوم ويعملوا سكرين عادي بتطلع معهم. أو أنا برسل لك إياها عادي. أوكي مين كمان عنده أسئلة؟ انتوا احضر مثلا شوف فيلم بتحضره اي شيء دائما هيك مبني. اوكي في عندك اول شيء الفيلم انت بتبدأ تتعرف على الشخصيات وبتعرف وين هذا الفيلم باخذ احداثه، بامريكا باوروبا بالاردن باليابان. اوكي اي سنه باي عصر في اي مكان في اي زمان مين هم الشخصيات الرئيسيه وبتبدا تتعرف شوي شوي على who's good and who's bad. مثلا شوي شوي بصير في صراع بين البطل اوكي وواحد ثاني شرير. خلينا نحكي هاي هي الانسايتنج فورس. تبدا تتكثف الفيلم بيبدا يمشي لقدام واللي بيمشي الفيلم هذا الصراع الكونفليكت بين البطل والشرير. خلينا نحكي لكن انت فجاه بتكتشف انه البطل قاعد بيقوم باشياء خطا في الججمنت. مثلا البطل بيكون مدمن في كثير بيطلع هذا. اوكي البطل بيكون عنيف. هاي مشاكل داخلية عنده ما لها دخل الناس الأشرار اللي حولها فيه. أوكي البطل بيكون مثلا يقع فريسة لليأس في حياته. البطل بيكون مثلا خلينا نحكي كرهان الحياة تبعته. نصل لمرحلة الذروة في الفيلم لما يتواجه البطل والشرير. لكن في مسرحيات شكسبير مش زي الأفلام اللي نحضرها البطل مش شرط ينتصر. البطل بده يسقط بسبب النقيصة الداخلية التراجيك فلو اللي جواته. إشي بخليه يسقط مش القوة الخارجية اللي ضده اللي أسقطته. القوة الخارجية مجرد استغلت نقطة الضعف النقيصة التراجيدية اللي فيه بده يسقط. أوكي للحظة إحنا شيكسبير بعطينا فرصة إنه لو انه هذا البطل ما عنده هاي النقيصة التراجيدية كان انتصر ترى بغض النظر عن القوة الخارجية اللي ضده. بس بنبدأ نكتشف لا هاي النقيصة الستراجيك فلو اللي فيه راح تؤدي للكاتاستروفي المأساة النهائية تبعته. كمان شيكسبير ما بتركنا بالقاع. شيكسبير بعطينا امل انه نهاية هذا البطل هي بداية عصر جديد. اوكي Any questions؟ مين عنده أسئلة كمان؟ خلينا نشوف other يعني characteristics of those tragedies. So
احنا عندنا 5 اكت صح، تعرفنا، خلينا نتعرف على وين كان المسرحيات شيكسبير. In 1599 احنا نبنى مسرح مشهور عندنا في بريطانيا اسمه The Globe Theatre. اوكي، and The Globe Theatre كان is the most famous Renaissance theater ممكن in Europe. كان يسع ل 3000 واحد، وبهذاك الوقت كان يعني عدد كبير بيعتبروه يعني. It was built near the Thames River. The Thames River، نهر التايمز اللي احنا بنسميه بالعربي. اوكي، طبعا هو بعد فترة سنوات احترق الاوريجينال Globe Theater. اوكي، بس بعدين رجعوا بنوه، يعني الان هو موجود في انجلترا. خليني أفرجيكم، أنا طلعت صور عنه. The Globe Theater. هاي The Globe Theater. هذا مسرح الجلوب. أوكي؟ ورجعوا بنوه زي ما كان أيام ويليام شيكسبير. اوكي، المسرح ده مفتوح من فوق، شايفين؟ This is the main stage اسمه، هذا المسرح الاساسي. الناس بيقعدوا هون بالبالكونيز هذول، او انه على قدام المسرح and watch the plays لحد الان. وهي منظر له داخلي من هون، شايفين؟ هاي منظر له مفتوح على السماء. اوكي، هاي منظر له خارجي من الخارج، يعني بنوه هم حفاظا على التاريخ تبعهم، بنوه مثل ما كان ايام ويليام شيكسبير. والمسرحيات عادة يمثلن في مسرحيات شيكسبير. Most of the Shakespearean plays are acted on the Globe Theater. بمثلوها في مسرح الجلوب. Okay, so this is called the Globe Theater. تعرفنا احنا على التراجيدي. Okay, تراجيدي حكينا لازم يكون it ends with the downfall of the protagonist, the main character. The end in a tragedy is called a catastrophe. Okay? Or the disastrous final outcome of the tragic flaw of the character. اللي هي النهاية المأساوية. وليش بسقط دائما عندنا the tragic flaw of Shakespearean character, the tragic hero falls because of the tragic flaw, an inner problem inside the tragic protagonist. البطل يسقط في مسرحيات شيكسبير مش لأنه في ناس بيشتغلوا ضده، لأنه في ناس يشتغلوا نقيصة موجودة داخله. أوكي، وقدروا يدمروه في من خلالها. أوكي، so the tragic hero is the protagonist, is the center of the tragedy. أوكي، ودائما في مسرحيات شيكسبير those are important people in their society. دائما التراجيك فير هيرو في مسرحيات شيكسبير شخصية مهمة في مجتمعه، ممكن يكون قائد جيش، بطل، زعيم دولة، ملك، أمير، لازم يكون a very important character in the society. Okay, now نصل ل a very important term in Shakespearean tragedy. It is the tragic flaw. It is the weakness in the character. وطبعا انت ما بتكون تعرف انه عندك the tragic flaw هاي. Okay, the tragic hero does not know about that he has this problem. الا بالاخير بيكتشف انه هو عنده the tragic flaw, and this tragic flaw has caused his catastrophe. هاي the tragic flaw سببت المأساة، المصيبة اللي وقعت عليه. اوكي، هيرو، اوكي، the catastrophe حكينا is a result of the tragic hero's tragic flaw. هي الكاتاستروفي، النهايه المأساوية تبعت البطل نتيجة للنقيصة التراجيدية الموجودة فيه. اوكي، the characters in Shakespeare are human characters. يعني characters that you can relate to. لذلك انت بس تحضر المسرحية بتتعاطف وتتفاعل معهم، لأنه شيكسبير بيبني لك شخصيات ممكن تواجههم انت في الحياة دائما. اوكي،
بعض المصطلحات certain terms we have to know before the plays. دائما شيكسبير is famous for something called soliloquy. هيك تلفظ الكلمة soliloquy. Okay. What is a soliloquy? عادة المسرح بطفي وبصير في عندنا spotlight بقعة من الضوء بتأشر على شخصية واحدة. عادة one character stays on the stage. شخصية واحدة بس بكون على المسرح. And this character starts to speak. وبيبدأ يحكي. Okay. الكاركتر. المقصود بالسولوليكوي. Solo معناها one. Loquy معناها speech. يعني speech by one. كلام واحد بيحكي. عادة إنه سولوليكوي. الكاركتر is alone on the stage. الشخصية لحاله على المسرح. ما في حدا معاه من الشخصيات. And the character starts to speak, making a soliloquy. بيبدأ يحكي مناجاة بالعربي بسموها soliloquy. وإحنا يعني منفهم إنه زي كأنه إنه soliloquy. إحنا الأودينس الجمهور. We have the opportunity. بتصير إن الفرصة to enter the thoughts and the private feelings of this character. إحنا بكون عنا القدرة. زي كأنه هو إحنا قاعدين بنسمع وشو بيحكي هو بعقله ترى أو بقلبه بس هو بيحكي بصوت عالي إحنا بنسمعه ما في حدا غيري على المسرح ما بيكون حدا غيري هاي يعني بعطيه فكرة إنه هو قاعد لحاله بفكر زي كأنه those are we are listening to his thoughts and feelings وعادة إن soliloquy we discover the tragic flaw of the character soliloquy هاي إحنا بنكتشف التراجيك فلو للكاركتر النقيصة التراجيدية and in the soliloquy we have the opportunity the chance to know the inner feelings and thoughts of that characters ومنكتشف مشاعره الداخلية وأفكاره العميقة لهذه الشخصية soliloquy another term والناس بخربطوه بينه وبين soliloquy is an aside aside يعني على جنب okay now In an aside, the character in the play, in the stage, is not alone. مش لحاله على المسرح اللي بيحكي الأسايد. لا, في other characters. بس إحنا بنفهم إنه the other characters cannot hear him. الشخصيات الثانية ما بيقدروا يسمعوه. Either in an aside, the character is talking to another character. هذا الشخصية بيحكي مع شخصية ثانية. And other characters do not hear them. Cannot hear them. الشخصيات الثانية ما بيقدروا يسمعوه. أوكي؟ أو إنه هو بيحكي مع الجمهور. الكاركتر هاي بيحكي مع الجمهور. بتفرج عليك الجمهور. شوفوا شو بدي أسوي فيهم هذول الحبيبة. كيف بدي أدمر حياتهم. زي كأنه بيحكي معك. أو في اثنين مع بعض بيحكوا. شوف شو بدنا نسوي فيهم انت روح من هذيك الجهة وانا باجي من هون وخلينا نمسكهم ونتآمر عليهم This is an aside okay. لا تخربطوا كمان مصطلح ثالث A monologue A monologue One character with the presence of other characters okay, and gives a long speech دائما المونولوج من اسمها مونو لحاله لوج speaking okay now in a monologue the character is on the stage with other characters soliloquy ما في other characters in monologue في other characters and this character gives a speech لحاله بالبقي كلمه عاده a long speech this is called a monologue من عنده اسئله عن هذول هسه any questions Any questions about what is a soliloquy, what is an aside, and what is a monologue? عرفت الفرق بيناتهم? Any questions? Any questions? في حدا عنده أسئلة؟ أه؟
next time المرة بدي أرسل لكم مسرحية شيكسبير نبدأ بهاملت. And Hamlet is one of the most important يعني pieces of literature ever. أحد أهم خلينا نحكي الأعمال الأدبية اللي كتبت. مش بس بالأدب الإنجليزي، بالأدب العالمي بشكل عام. Hamlet is a very very important piece of work. Now Hamlet is a long play. مسرحية طويلة. Okay. إذا بدك تحضر على المسرح فوق الأربع ساعات. Okay. And أنا كيف بدي أساوي؟ أول شيء بنتعرف على المسرحية بما أننا صرنا نعرف الآن كيف تقسيمات المسرحية. Who is the protagonist؟ يعني Who is the antagonist؟ The play is about what? What are the major themes? Okay. Yes, هذا الفيلم حلو تبع شو اسمه ميل جيبسون. The play is احنا متعرف عليها وبعدين فيها soliloquies مشهورات. بدنا نقرأ أكثر من soliloquies ونتعرف على الشخصيات ونتعرف على البلوت. يعني هو إنه أغريك إنه تحضر المسرحية أو تقرأها. Okay. اليوم خلينا نخلص مشان نكرس احنا المحاضرات الجايه لهاملت. تقريبا بدنا 3 أو 4 محاضرات هيك وبعدين بناخذ التراجيديز كاملات. بس نخلص التراجيديز كلهن بناخذ امتحان المد بيكون بشيكسبير. مين عنده اسئله؟ Any questions؟ هذا عنده أسئلة؟ إن شاء الله خلاص لعاد نلتقي المرة الجاية. يعطيكم العافية.